إنشاء فيديو بشخصيات افتراضية تتكلم، مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أهلا بكم على قناة إزاي للثقافة والتكنولوجيا. في هذا الفيديو سأوضح لكم طريقة سهلة لإنشاء فيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي. نفتح الموقع، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. من أعلى يمين الصفحة نضغط هنا لتسجيل الدخول. يمكنك التسجيل إما بالبيانات أو بالبريد الإلكتروني مباشرة. بعد التسجيل يفتح الموقع هذه الصفحة. الخطوة الأولى، اذهب إلى يسار الصفحة واضغط هنا على فيتور لايبراري. ستفتح لك هذه الصفحة، اختر الشخصية التي تناسبك. الخطوة الثانية، بعد اختيار الشخصية ستفتح لك هذه الصفحة، اذهب إلى أعلى يمين الصفحة واضغط على فيتور مرة أخرى. قف بمؤشر الفأرة على الشخصية التي تريدها، ستظهر لك الشخصية بملابس مختلفة، اختر منها ما يناسب مشروعك. الخطوة الثالثة، اذهب إلى أعلى الصفحة واختر حجم الفيديو الخاص بك. ثم اذهب إلى أعلى الصفحة واختر حجم الشخصية، سواء بالحجم الكامل أو الظهور في دائرة. الخطوة الرابعة، اختر القالب الذي يناسب الفيديو الخاص بك من هنا. يمكنك إضافة نص للفيديو الخاص بك من هنا. ومن هنا يمكنك إضافة موسيقى. الخطوة الخامسة، اضغط هنا على Speech Text واكتب النص الذي تريد أن تقوله الشخصية. أو اضغط هنا وقم بتحميل ملف صوتي جاهز من جهازك. بعد الانتهاء من كل شيء، اذهب إلى أعلى يمين الصفحة واضغط هنا على توليد. سيقوم الموقع بإنشاء الفيديو الخاص بك. بعد ذلك، يمكنك تحميله على جهازك وعمل المونتاج المناسب. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. نراكم بخير الحلقة القادمة.